مرحبا، هون عندكم 4 كبايات رز مصري، نغسلهم منيح ونصفيهم، بنحط 3 وق لحمة، 3 وق يعني وقية بوقية بوقية، بقلبها دهن ومعلقة بهار حلو اللي ما حدا بيستعمله إلا أنا، كل الناس تستعمل بهار أسود كتير طيب، و4 معالق ملح صغار، وزيت نص كباية أو سمنة نص كباية. هون بدنا نحشي قرع وكوسة وباذنجان، وإلى اللقاء. ونسيت أقولكم إنه أنا جايبة 2 كوسة و2 كيلو قرع وكيلو باذنجان، هاي خلصتهم، وإلى النار. هلا نحط صلصة بندورة وتوم ومي وملح ونعناع يابس، يعني الصلصة تقريبا 8 معالق كبار، ملح 2 معالق كبار، وبترجعوا بتدوقوا، وحامض شي 5 حامضات كبار، وتوم راس توم ومعلقة نعناع يابس، وبدكم تزيدوا سمنة على الوجه أو فنجان زيت نباتي هون كمان طيب. وهلا بنحط صحن منشان ما يفوش الكوسة والباذنجان لفوق.